طب ممكن سؤال تاني؟ ممكن ممكن اعمل عملية تجميل بغرض قلة الاسراف في الاكل. الله، انت كم وزنك؟ لا انا بخس لنفسي، بس انا باكل كتير، مش عايز نفسي في الاكل. كم يعني وزنك الان؟ يعني مثلا 110. يعني زدت عن 10 طن. ايه؟ زدت عن 10 طن، اكثر من 10 طن. ماشي، حاضر. لا تفعل تكميم المعدة ما دمت لست في حاجة إليها، حاجة ماسة. انا ببقى عامل رجيم السنة كلها عشان افضل، عشان ما ازيدش. طيب جزاك الله خيرا. على كل، إذا وصلت إلى حال مرضية جاز لك أن تعمل عملية لدفع المرض، وإلا ف لا انا راجل رياضي اساسا، فدهوري يجوز ولا لا؟ ما يجوزش مش هعملها. مكروهة الآن شديدا. انا مش عايز اصرف في الاكل يا عم الشيخ. طيب يا عمي، ما تصوم، حد قال لك لا صوم؟ بصوم الحمد لله. وبعد ذلك مفتري في الاكل ايضا؟ لا بالليل بقى. يعني بالليل بتعوض اللي فاتك في النهار، يعني متوحش في الليل ولا بتاكل المقتصد؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا، العلاج صح. انا مش مساله اكل ذات نفسه، انا مش باخد حاجات اللي بتزود. يعني انا باكل حاجات، باكل بسكوت، باكل حاجات مش شرط اكل لحوم يعني. طيب حبيبي، الله يلطف، الله يلطف بك. يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني أكل شهري يا عائشة، يأكل بكثرة.